اجتمعت القوة العلمية وجودة التعليم مع التصميم والبناء المعاصر وأيضا الكفاءات المهنية وطبعا الاحترافات الدولية. فنحن هنا نحكي عن الجامعات الخاصة في اسطنبول، واليوم جينا يوم كامل راح تكون عنا جولة في جامعة الأطلس. فاليوم راح نعطيكم 5 أسباب تخليك تدرس في هذه الجامعة. إذا عندك فضول تعرف هذه الأسباب خليكم معايا وتبعوا الفيديو للأخير. سجل عندك السبب رقم 1، الموقع العام للجامعة والديزاين منتاعها. ديزاين الجامعة من الداخل ومن الخارج كثير مناسب مرتب ومنظم، مثل ما شايفين تعطي أجواء محفزة للطلاب باش يقدموا أفضل ما عندهم. السبب الثاني اللي يخليك تدرس في جامعة الأطلس هو التخصصات الطبية. جامعة الأطلس هي واحدة من أهم الجامعات اللي فيك تدرس فيها التخصصات الطبية وشبه الطبية، ابتداء من الطب العام إلى التمريض والعلاج الفيزيائي وأيضا التغذية. السبب الثالث اللي يخليك تدرس في جامعة الأطلس هو تخصص طب الأسنان. الجامعة توفر أكبر مركز أبحاث للطلاب، مجهز بكامل الأجهزة الحديثة والمتطورة مثل ما شايفين، والتخصص هذا يدرس باللغتين الإنجليزية والتركية. وأيضا تجارب عملية على الأسنان الاصطناعية والتعويضات السنية. السبب الرابع اللي يخليك تختار جامعة الأطلس كوجهة دراسية سواء للبكالوريوس أو للدراسات العليا هو تخصصات الهندسة والعلوم الطبيعية، مثل ما شايفين حاليا احنا في قسم الأمبريولوجي أو علم الأجنة. قسم الكيمياء، قسم الفيزياء، وايضا قسم الهندسه هندسه الكمبيوتر والسوفتوير. السبب الخامس اللي يخليك تدرس في الجامعه هو التخصصات الانسانيه والاجتماعيه، منها الترجمه وعلم النفس واداره الاعمال، وهذه التخصصات كامل فيك تدرسها باللغه الانجليزيه. الفيديو عن 5 أسباب اللي حكيتكم عليها، بس الجامعة صراحة فيها عدة أسباب اللي تخليك تدرس فيها، من بينها الملاعب والقاعات الرياضية. وطبعاً الأسباب كثيرة ومتعددة اللي تخليك تدرس في جامعة الأطلس أو تختارها كوجهة دراسية. إذا كنت مهتم أو مقتنع بالأسباب هذه فما عليك غير تتواصل معنا مع فريق الدعم والاستشارات المجانية لتركي كامبس، وما تنساش تعملنا لايك، تعملنا سبسكرايب وشير للقناة حتى يوصلك كل جديد.